مهما كانت مهنتك، مهما كانت وظيفتك سواء عاليه ولا واطيه، نظف طاقتك عشان تعرف تركز انت عاوز تعمل ايه. لانك لو تعبان من ده ومتضايق من ده مش هتعرف تركز، لان هتبص لها من وقت للتاني تيجي لك فكره في ذهنك، ودي افكار ساعات طاقه. لو ممكن هسالك سؤال، هل ممكن تكون قاعد لوحدك ومن غير سبب وتلاقي نفسك متضايق؟ ولو حد سالك انت متضايق ليه تقول له ما اعرفش. طب انت متضايق ليه؟ تقول له ما اعرفش. طب لما انت ما تعرفش متضايق ليه؟ لان اللي بيحصل ان احنا بنخزن جوانا حاجات تضايقنا وبتطلع حسب روابط الطاقه. ان انت في المكان ده حصل فيه مشكله وانت مش واخد بالك، او جات لك فكره على ذهنك طلعت للذاكره قصيره المدى ورحت طالع لقيت نفسك متضايق وانت قاعد. لكن لو تنظف اللي جواك باستمرار باستمرار باستمرار، هتلاقي العقل لما يعمل دوره اسمها الدوره الذهنيه يلاقي الماضي مرتاح. لان الماضي هو قدراتنا، هو تجاربنا، هو مهاراتنا. لو ما تعلمناش حاجه للماضي يبقى زي الليتو. بفرض ان انا ماشي ورحت واقع في حفره، وبعدين رحت قايم رحت واقع فيها تاني، بقى انا ما اتعلمتش حاجه. انا عارف المكان ده فيه حفره، اعمل فيها حاجه يا اما تبعد عنها، وافضل انك تسدها عشان ما حدش تاني يقع فيها. وده اللي احنا بنعمله، انت بتتعلم حاجه علمها للاخرين، لما تعلمها للاخرين بتعمل حواليك تيم جميل جدا يدعو لك. هل بيجي نفكر بهذه الطريقه؟ التسامح المتكامل فوائده روحانيا عشانك، صحيا اكيد، شخصيا شخصيتك افضل، شخصيه متسامحه الناس تحبك تكون حواليك. مش معنى كده ان الواحد يبقى متسامح معنى كده ان بيفوت او اهبل، لان ربنا الله يدي اجر من احسن عمل، ده عملك عند الله سبحانه وتعالى. انت لو عاوز تفكر في شخص فكر فيه بطريقه ايجابيه، ادعي له ربنا يهديه مش ادعي له ربنا. انا شفت ناس، انا كنت في مكه وانا بنصلي لقيت واحد قاعد اللهم افتح علي من اوسع ابواب، من كل الابواب دي يا رب افتح علي، وخرب لي بيت محمد وخميس وشتت بين ولادهم يا رب، ويبقى كده ماشي في الشارع. ايه الدعاء ده؟ دعاء ما تدعي على الناس، ما تدعي لهم بالهدايه، خليه ربنا يهديه وتاخد فيها ثواب. ايه التفكير العجيب ده؟ عارف واحد يقول لي انا بصحى له الفجر مخصوص عشان ادعي عليه. طب ما اصحى له الفجر مخصوص عشان تدعي له وتكون ساعه اجابه ان شاء الله، ربنا يبارك لك اكتر واكتر واكتر. سامح الناس دلوقتي. مين اول واحد تفتكر ممكن تسامحه؟ نبدا بالتسامح. عارف مين؟ انت، انت شخصيا. هسالك سؤال، هل عمرك سمعت حد او انت يمكن قلتها انا عمري ما هسامح نفسي على حصل ده؟ اخين كانوا ماشيين، وبعدين الاخ الصغير كان عاوز يعوم، راح نازل في بحر كده، وهو نازل الاخ ما بيعرفش يعوم غرق. الاخ كبير خايف لان هو كمان ما بيعرفش يعوم، خايف يشد اخوه، فاخوه مات. فالاخ الكبير قال عمري ما هسامح نفسي على حصل ده. لو انت تعرف تعوم كنت عملت حاجه، لو رأيت نفسك ميت كنت هتموت انت كمان، هتصرف ازاي؟ انت قعدت تصرخ والناس تيجي، لكن هو اجله كده، مالكش ذنب في دي، واللي انت تعرفه عملته. عارف ازاي؟ فلما تقول اول حاجه ابدا بيها ان انا حد ممكن يسامح نفسه، تقول لك انا سامحت نفسي. هي الحقيقه انت بتسامح الماضي، انت بتريح الماضي، لان لو ما سامحتش الماضي وما تعلمتش منه حاجه هشيله على كتافي طول عمري. انا هسالك سؤال، بفرض ان انت عملت مصيبه كبيره في الماضي، لو رجعت تاني للماضي تتصرف بنفس الطريقه؟ هتلاقي الاجابه لا، يبقى سامح الماضي. لكن لو رجعت تاني هتكون افضل. فما تزعلش بقى، الماضي حصل، اللي انت كنت في وقتها ده التصرف اللي انت تصرفته، لكن انت تعبت منه وعارف اتألمت منه وتبت لله سبحانه وتعالى، وبعدين عاوز تظبط نفسك تاني. ولو رجعت الماضي مش ممكن تتصرف كده، عشان كده ابدا باول حاجه انت كده مع الماضي وسامح ده. تاني حد ممكن نسامحه؟ الاب والام. فاكرين انا ببدا بيك الاول وبعدين ببدا ببابا وماما، مهما عملوا مهما عملوا. انا عندي ناس يقولوا لي تعرف يا دكتور انت ما عندكش فكره بابا عمل فيه ايه وانا صغير، ماما عمل فيه ايه وانا صغيره. بابا كان بيقول لي واحده، دي كان في امسيه من الامسيات لما كنت بعمل قمه حب وتسامح، وبعدين بتقول لي ايه؟ تقول لي بابا اول يوم جيت فيه وقالوا لي ان لا، يعني بص لها كده، لا تعرفي يوم ما جيتي كان يوم اسود، يوم ما جيتي من ساعة ما أول ما جيتي اتزحلقت اتكسرت رجلي، ده أنت نحس، وبعدين اترفدت من الشغل، ده أنت من يوم ما جيتي والنحس شغال عليا من كله مصيبة، أنت إيه ده؟ أنت وشي جاي طالع خميرة من البيت، أنت جاية لي منين؟ أنت جاية من جهنم؟ وقعدوا يقولوا لي كده. وبعد كده سموني هدية، وكل شوية يقولوا لي هدية في المصايب، هدية في البلاوي. ده اللي أنا اتربيت فيه. فإيه رأيك يا دكتور؟ إيه رأيي في إيه؟ إيه رأيي في إيه؟ بابا ماما فكري ركزي على حاجه واحده بس كويسه عنه، كان بيقوم بدري يعمل لي سندوتشات، كان بيدافع عني في اي حته، كان بيتعب عشان خاطر يدفع لي في مدرسه. طب ما هو سامح بابا وماما اول باول، سامحهم اول باول. عارف ازاي؟ فانت تكبر تبقى انت والزمن عليه، حرام عليك. ف
فلازم انت حبها من قلبك سامحهم في اي حاجه فسامح. اتمنى يكون الكلام وصل لقلبك. مش بتكلم كده عشان حاجه، عشان يكون وصل لقلبك، عشان تعرف ازاي حب بابا وماما، سامحهم، خدهم في حضنك يا اخي. فاهم ازاي؟ فريح نفسك، ريح نفسك، دي في الاخر علشانك انت، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك اكتر واكتر. غير كده طاقتك لنفسك، ركز على اهدافك، حطها في الفعل، هتلاقي عندك طاقه ايجابيه، مش محتاج تفكر في ده وقفك. حط نفسك في الفعل علشان تنجز. مش ده، مش انت عاوز تنجز، يبقى هتنجز ازاي طول ما انت شايل جواك طاقه سلبيه؟ فمن هنا التسامح الاول بعد نفسك وبعد الماضي لبابا وماما. طب وبعدين لاخواتي؟ لازم اسامح اخواتي، لان يا ما هيحصل بينك وبين اخواتك، يا ما هتحصلك حاجات كتير بينك وبين سامح اخواتك، لان التسامح ده لله سبحانه وتعالى. انتوا عارفين دي قصه بسيطه جدا، اخين برضو ماشيين في الصحراء اختلفوا، الاخ الكبير راح ضرب اخوه الصغير بالقلم، راح الاخ الصغير بيبكي وراح على الارض وراح كاتب على الرمل: اخويا الكبير ضربني بالقلم اليوم. وبعدين كانوا عطشانين جدا ماشيين في الصحراء وتايهين، لقوا واحه، فالاخ الصغير راح رامي نفسه في الواحه عشان يشرب منها، فما كانش بيعرف يعوم فكان بيموت. الاخ الكبير من غير ما يفكر راح رامي نفسه وانقذ اخوه. راح الولد قاعد وبصحر صغيره على صخره كبيره وبدا يكتب عليها وينحت: اخويا الكبير انقذ حياتي النهارده. فالاخ الكبير جاله وقال له: لما جيت ضربتك كتبتها على الرمل، ولما انقذت حياتك كتبتها على الصخر، ايه السبب؟ قال له: عشان لما اخويا الكبير يعاقبني لاي سبب من الاسباب بكتبها على الرمل عشان الريح تاخدها وتطير وسامحه اول باول، لكن لما اخويا الكبير ينقذ حياتي هكتبها على الصخر عشان تبقى منحوته في قلبي ما انساهاش مدى الحياه.